بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are going to take a new lesson in Unit 3. It's in page 23. Using rhetorical devices. استخدام الأدوات البلاغية. عادة إحنا نحط عنوان هنا اللي هي language functions عشان تعرفي إنه هاي بتيجي بيجيك السؤال إنه what is the language function for مثلا simile أو what is the language function for the rhetorical devices in the sentences يعني الوظائف اللغوية للأدوات البلاغية. أوكي؟ Let's see what are the rhetorical devices. إيش هي الأدوات البلاغية الموجودة بدرسنا؟ عندنا simile وميتافور وأونوماتوبيا personification. طبعا معطينك اياهم هون بالكتاب ومعطينك examples أمثلة عليهم، لكن إحنا قبل ما نفوت في الأمثلة لازم نشوف شرحهم بالأول، بعدين برجع أنا وياك للأمثلة. Let's look at the worksheet. اطلعي لي على ورقة العمل اللي حاط لك إياها أنا بالدوسية. طبعا نفس الإشي، نفس اللي موجود في الـ student book، هيهم الـ rhetorical devices والـ examples عليهم. Now let's look at the first one. Simile. What is simile? شو يعني simile التشبيه؟ Descriptive technique. هو عبارة عن تقنية وصف. That compares one thing with another. هي بتقارن شيء مع شيء آخر. Usually using as or like. فإذا هي الإشي المميز في السيميلي إنه إحنا بنستخدم أداة للتشبيه اللي هي as أو like. The trees stood as tall as towers. أنا عندي as سواء كانت as واحدة أو ثنتين نفس الوضع، عرفتي؟ إذا the trees stood as tall as towers، فأنا بدي بحكي عن الأشجار وكانت واقفة مثل الأبراج، فإذا تشبيه. My love is like a red red rose، فهنا لاحظي استخدمت like للتشبيه. This house is as clean as a whistle، فإذا هنا استخدمت as للتشبيه سواء as واحدة أو ثنتين قلت لك نفس الإشي، فإذا وجود as أو like إذا simile. Metaphor استعارة. Descriptive technique كمان هو عبارة عن وصف، تقنية وصف. الاستعارة لكن شو اللي بيميزها عن التشبيه؟ That names a person, thing, or action as something else. هي بوصف شيء بشيء آخر. ولاحظي بدون أداة تشبيه. The circus was a magnet for the children. السيرك كان مغناطيس. لاحظي بدون أداة تشبيه، بدون أداة. السيرك مغناطيس للأطفال. هنا عشان إيش؟ عشان أحكي إنه بجذب الأطفال. The shop was a little gold mine. البقالة هي عبارة عن منجم ذهب صغير، فأنا هنا شبهتها بأنها منجم ذهب عشان أحكي يعني كناية عن أنه كثير يعني دخلها. A lifetime is a day. هنا ما أحكيك الحياة يوم. Death is a sleep. الموت نومة. Life is a year. الحياة سنة. Death is winter. الموت شتاء. أوكي؟ فإذا هنا ما له الاستعارة، عبارة عن تشبيه بدون أداة. Let's continue with onomatopoeia. Words that sound a little like they، اللي هي المحاكاة الصوتية، الكلمات اللي بتعبر عن صوت، عرفتي؟ The autumn leaves and the twigs cracked and crunched underfoot. فإذا صوت طقطقة الأوراق والأوراق وجذوع الأشجار في فصل الخريف تحت الرجلين، كيف الصوت؟ كراكت أند كرانشت، عرفتي؟ طقطقة الأوراق. هسا كراكت وكرانشت هذول كلمتين فيهم أونوماتوبيا. It was lovely to wake up to the tweet of the birds. Tweet فيها أونوماتوبيا. Of the birds. فإذا صوت العصافير، تغريد العصافير الصغيرة، tweet. I snapped my fingers in time to the beat of the music. أنا كنت طبعا صوت هنا أنا قاعد بضرب في أصابعي، فإني قاعد وأنا سامعة الموسيقى. أوكي؟ فإذا snapped بتعبر عن صوت هاي الكلمة. أوكي؟ فإذا اتفقنا إنه الأونوماتوبيا الكلمات اللي بتعبر عن صوت. Personification تشخيص. A metaphor attributing human feelings to an object. هي عبارة عن تشبيه
أو وصف يعني بجيب شيء غير عاقل عشان أشرح لك إياها ببساطة، إشي غير عاقل بعطيه صفة أو فعل بستخدمه العاقل. لما أجي أحكي لك ذا صن سمايلد، صن غير عاقل الشمس، سمايلد تبسمت، هسس الشمس بتتبسم، الفعل هذا للبشر. لما أجي أحكي لك ذا صن سمايلد أت ذا هيل، تبسمت الشمس على التلال، فإذا هون ذا صن سمايلد هاي إيش عندي اسمه بيرسونيفيكيشن. Ready to begin a new day. مستعدة لبدء يوم جديد. The stars danced. تراقصت النجوم. لاحظي الستارز غير عاقل، أعطيتها فعل عاقل. Playfully in the moonlit sky. My computer throws a fit every time I try to use it. My computer throws. اللي هو الكمبيوتر تبعي يرمي. لياقة طبعا، عرفتي؟ فإذا هنا البيرسونيفيكيشن لما أجي أعطي إشي غير عاقل أستخدم له فعل للعاقل، أنا عادة بستخدمه للعاقل. أوكي؟ Let's look at this exercise. The ocean طبعا هنا find the rhetorical device used in the following sentences. ورجيني شو هو rhetorical device، الأداة البلاغية. The ocean danced in the moonlit. طبعا هون انا بحكي لك بيرسونيفيكيشن واكيد انت عارفه لانه انا ذا اوشن المحيط، ماله دانس تراقصه، فاذا اكيد بيرسونيفيكيشن. I couldn't sleep. All I could hear was the drip 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 of the faulty faucet. فاذا drip 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 هاي اونوموتوبيا. Your explanation is as clear as mud. As وآز إذا سيميلي. Time is a thief. الوقت حرامي أو سارق، اللي هي ميتافور على طول شيء بشيء. ملاحظة تشبيه بدون أداة. نرجع للأمثلة اللي موجودة عندنا هنا، سواء بدك تطلعي عليهم بدوسية أو بدك تطلعي من الستودنت بوك نفس الإشي. سيميلي، طلعي الأمثلة اللي أعطوني إياهم. Some robots will look and sound very like humans. Like robots like humans. مش عندي like فإذا مالها سيميلي. Because technology will have advanced a great deal. Number two. Treatment and medicines will taste as delicious as real food. فإذا أنا عندي هون as إذا سيميلي. Metaphor. The world will be at your fingertips. لاحظي the world at your fingertips. العالم بين يديك. فإذا لاحظي تشبيه بدون أداة. Onomatopoeia. Everywhere we go we will hear the constant buzz and hum of technology. Buzz and hum. دندنة التكنولوجيا. فإذا هون الكلمتين هذولا فيهم أونوموتوبيا. Personification. Our computers and mobile phones will take care of us. هسا الكمبيوتر والموبايل فون هذولا will take care of us. Take care تعتني بنا. هسا الكمبيوتر اللي هو جماد والموبايل فون تعتني فينا. By telling us. بإنها تخبرنا كمان هون. Telling us إنها بتخبرنا. هالأسى مين اللي بيحكي بيخبر حدا بشيء؟ البشر، لكن مش الغير عاقل. When to wake up, eat and sleep. That's it about these exercises. إذن هنا these examples أخذنا أمثلة طبعا، وضحت لك إيش الأدوات البلاغية اللي موجودة فيهم. Now let's look at the activity book. Activity book page 74 activity book. في عنا هنا sample descriptive essay اللي هي مقالة وصف، يعني هاي المقالة فيها وصف. أعطوني أمثلة كمان موجودة فيها، بدي ألفت نظرك إلها.
طبعا ديسكريبتيف اساي راح اشرح لك انا اشياء عنه في فيديو لحال، لكن هون احنا قاعدين بنحكي عن ريتوريكال ديفايسز، انتبهي لها. حكى لي وي مايت اول بي زومينج اراوند ان ايكولوجيكال ايكولوجيكالي ساوند الكتريك باسز. زومينج، كلمه زومينج اونوموتوبيا فيها صوت هسه. And trams that will take us to our destinations smoothly. هسه trams، القطارات هي اللي بدها تاخذنا؟ لا اكيد لا. take us اذا personification، ما دام غير عاقل استخدمت له فعل للعاقل فاذا personification. كمان اعطاني هون كمان مثال، حكى لي in order to get to other countries we will be taking airships which will be like airplanes. فإذا على طول أنا شبهت شيء بشيء، الايرشيبس مع airplanes، لكن استخدمت لها أداة اللي هي like، إذا سيميلي. Life is a journey، دائما هذول الكلمتين اللي هاي تشبه هاي، هاي مثل هاي. Life is a journey، الحياة رحلة، وصفت الحياة بإنها رحلة اللي هي عندك ميتافور. أوكي، Let's look at this worksheet. نطلع على ورقة العمل، حطيت لك إياها برضو نفس الإشي، رجعت حطيت لك أمثلة الكتاب لأنه كثير بتهمنا. Number one, we might all be zooming around in ecologically sound electric buses and trams. المثال هذا وين شفتيه؟ بالactivity book، بس عشان ما يروح عليك حطيت لك إياهم أمثلة الactivity book، مهم. هسا zooming حكينا شو فيها؟ طبعا كل مرة أنا حطت لك سيميلي ولا ميتافور ولا أونوماتوبيا ولا بيرسونيفيكيشن. زومينج، زومينج اللي هي أونوماتوبيا، حكاة صوتية، الكلمة عبرت عن صوت. We might all be zooming around in ecologically sound electric buses and trams that will take us to our destinations smoothly. هسا لو أنا ركزت لك هون أنا will take us، إنها بدها تخدنا، القطار والباصات الكهربائية هي اللي بدها تخدنا لوجهتنا. إذا هاي إيش؟ أكيد personification، لأني أنا استخدمت take us. مين اللي بأخذ حدا لحدا؟ بأخذ بودي وبجيبه وبتحرك، البشر. إذا أكيد إنه personification، استخدمت فعل، أنا الفعل بستخدموه العاقل استخدمته لغير العاقل. Number three, in order to get to other countries we will be taking airships which will be like airplanes. ما دام أنا عندي like إذن سيميلي. Life is a journey، ميتافور. Number six, I couldn't sleep. All I could hear was the drip, drip, drip of the faulty faucet. إذن drip, drip, drip هاي onomatopoeia. Number seven, your explanation is as clear as mud. Your explanation is as clear as mud. ما دام أنا عندي as، سواء واحدة أو اعتبرت الثنتين، إذن سيميلي. كأني أنا فشقت واحدة. The ocean danced in the moonlight. Danced. The ocean danced. إذا شو؟ Personification. Time is a thief. اللي هي ميتافور. The type of rhetorical device in the following sentence. Life is like a box. Or of chocolate. لاحظي the type of rhetorical device، نوعية الأداة البلاغية المستخدمة هون، وما حددت لك إشي. بتطلعي على الجملة كلياتها، في عندي أنا هون like، صح؟ إذا إيش؟ سيميلي. She did not realize the opportunity was knocking at her door. الفرصة تطرق بابها. The rhetorical device is what؟ opportunity غير عاقل، ونوكينج بتستخدمها البشر، فإذا personification. Okay, that's it. Thank you very much.